السلام عليكم مشاهدين الأفاضل في كل مكان. اليوم لدينا هذا الدفتر شاحن البطاريات السيارات والدراجات الهوائية كما في الصورة، يعني أمبير عالي جدا، 3.8 أمبير، جيد. دعنا نكتشف العطل. ما وجدنا فيه هذا الكوندنساتور محترقة شبه يعني متفحمة، هذه في داخل الباور سبلاي، وهذا ديود أيضا محترق عامل شورت. أين هو؟ أين هو؟ أين أنت؟ ها هو ديود محترق، سنقوم بقياسه. محترق أيضا، محترق. حسنا، سنغير هذا لواحد آخر، وسنغير الكاباسيتور أيضا ونرى. وبعد ذلك، قبل هذا عفوا، سنقوم بقياس هذا الترانزستور أو المصفت، أعتقد أنه سيكون مصفت ليس ترانزستور، مصفت. سنقوم بقياسه. أعتقد أنه سليم. سليم سليم. حسنا، سنقوم بتركيب هذا الديود والمكتفة ونعود. قيمة هذا المواد المكتفة لم تظهر، سنزيل هذا الغشاء البلاستيكة هذه لكي تظهر لنا القيمة. كما ترون قيمته 400 فولت 33 ميكروفارد. الآن بعد تركيب المكتفة والديود سنرى تغيير الفيوز، مكان الفيوز. كهرباء فيوز، ربما هذا هو الفيوز، يرمز له ب F1. هذا دخول الكهرباء من هنا، يجب الكهرباء أن تنتقل من هنا إلى هنا. الطرف الآخر هنا، هنا الجامبر. هذا سيكون فيوز، سنزيل هذا الغطاء البلاستيكي لنكتشف ماذا يوجد هنا. فيوز، فيوز 1.6 أمبير، يعني يتحمل 1.6 أمبير. سنضع يعني سلك مكانه. هذا محترق أيضا فيوز. الآن بعد تركيب المكونات المحترقة سنقوم تجريب، لكن على يعني وضع اللمبة ضروري جدا تفاديا لأي
مشكل آخر، ربما يكون عنصر ما عامل الشورت، سيظهر لنا ذلك على اللمبة إن كانت مضيئة. هناك مكون آخر ما زال علينا أن نبحث عنه الآن. بسم الله، توكلنا على الله. سنضع الكهرباء. جيد جدا كما ترون، الليد مشتعل جيد. الآن كل شيء جيد حتى الآن، يعني نحتاج فقط إلى البطارية، لأن هذا الأدابتر يشتغل أوتوماتيك، يعني يحتاج التوصيل على البطارية. بعدها نضغط على هذا الزر ويشتغل، لأن الريلي موجود فيها الآن 15 فولت.